سلطانة، يمكن جايتنا لهون مو صح. شو بدنا نقول لمولانا إذا عرف إنه إجينا؟ صار من الضروري إني وقف عند حدا يا نارين، وإنتي روحي شوفي شغلك. سلطانة عائشة، وعطوك الجناح الخاص كمان؟ مولانا شاف هالشي من مستواكي؟ يعني الظاهر حتى هون ما رح تتركيني براحتي. ليش إجيتي؟ إذا حابة تشوفي مولانا فهو طلع. مولانا رح يجي كم مرة لعندك، وبعدها شو رح يصير؟ أنا بجاوب، رح يبلش يتجر، ودي إخلاقه منك، وبعدها رح تشوفيه مرة بالشهر لحتى يجي يوم وينساكي فيه. ولمعلومك، لو مهما حاولتي مستحيل تغيري هالوضع. كيفك يا كلثوم؟ انت شو عم تعملي هون يا نارين؟ انا اجيت مع السلطانة عائشة وهي بعتلك معي رسالة. السلطانة بدها اياكي تكوني جاسوسة لها بهذا القصر، وكل شي بصير فيه بتبعتي لنا خبر بسرعة. السلطانة اوامرها رح تكون مجابة. انا اللي اخترتك لهي المهمة. اصحك تخجليني، انت بتعرفي السلطانة لما تعصب. كأنه عم تواسي حالك. وعلى العموم إذا ناطرة يجي اليوم اللي رح يمل مني فيه، تمام، استني. حتستني كتير، بس اصبري. كتار البنات اللي توهموا مثلك ونسيوا الأصل، وإذا اليوم السلطان حابك بكرة بينساكي. إيه، شو اللي جابك لعندي؟ أوعك تفكري إذا عطاكي قصر يعني شي حلو. إذا هيك شايفة خليني أشرح لك الموضوع. انت هون مو لانك مفضله. السلطان سجنك بقصره يا اميره وخلاكي من جواري، يعني انت هون اسيره وبس. روحي انقلعي من وشي، اطلعي لبرا. انقلعي، اطلعي لبرا. انقلعي. حالك شوي. ما حدا يحكي معي. خلص رؤية، ما حدا يقول لي رؤية. مدام، ما سمعتيها؟ قالت لي انت مجرد أسيرة. هذا اللي بدها اياه اصلا. بدها تتوتري وتنزعي علاقتك مع السلطان مراد. هي بدها تنزع علاقتكم. وبعدين كلامها بشو بيهمك؟ المهم بالنهاية كلام السلطان مراد.